السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان تاني على منهج الرياضة لسنة تانية ابتدائي الترم التاني طبعا إحنا حلينا امتحان قبل كده هتلاقوه في القناة عندنا وإن شاء الله كمان هنحاول الفترة الجاية نحل امتحانات أكتر سواء على الرياضة أو على باقي المواد سواء في السنة تانية أو في باقي السنين السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس عندي هنا سؤال ودي الاختيارات خمسة في سبعة طبعا من جدول خمسة أو من جدول سبعة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين خمسة في ستة بتلاتين خمسة في سبعة 35 النص ساعه فيها كام دقيقه احنا قلنا قبل كده الساعه 60 دقيقه ونص ساعه 30 دقيقه وربع ساعه 15 دقيقه يبقى النص ساعه 30 دقيقه 4 على 1 بكام اي رقم بنقسمه على 1 بيبقى بكام بيبقى بنفسه 5 على 1 ب 5 10 على 1 ب 10 وهكذا الشهر الذي يلي مباشره شهر يناير هو شهر يلي معناها بعد تمام يلي يعني وراه طيب يبقى يناير بعد يناير فبراير فاهم يبقى بعد يناير فبراير طبعا ديسمبر يسبق يناير ليه لانه قبله من السنه اللي وراها وصفر ده اصلا شهر هجري 2 في 8 بكام 2 في 8 ب 16 تساوي 4 في كام 4 في كام ب 16 احنا لازم نحسب دي الاول وبعدين نقارن 4 في 1 ب 4 4 في 2 ب 8 4 في 3 ب 12 4 في 4 ب 16 3 في كام ب 3 احنا قلنا قبل كده اي رقم نقسمه على واحد بنفسه واي رقم نضربه في واحد بنفسه برضه يبقى 3 نضربها في كام عشان تبقى زي ما هي نفسها لازم نضربها في واحد 3 في 3 طبعا ب 9 و3 في 0 ب 0 ما تنفعش السؤال الثاني عندنا اكمل 3 زائد 3 بكام ب 6 6 بتساوي 3 في كام 3 في 1 ب 3 3 في 2 ب 6 15 على كام ب 5 من جدول 5 يعني كان بنقول 5 في كام ب 15 خمسة في واحد بخمسة خمسة في اتنين بعشرة خمسة في تلاتة بخمستاشر يبقى خمستاشر على تلاتة بتساوي خمسة تلاتة في كام بسبعة وعشرين برضو من جدول تلاتة تلاتة في سبعة بواحد وعشرين تلاتة في تمانية باربعة وعشرين تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين يبقى تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين اتنين في خمسة تساوي خمسة في كام اتنين في خمسة بتساوي عشرة بتساوي خمسة في اتنين طب هو انا لازم احسب انها بتساوي عشرة لا ليه لان احنا قلنا ان الضرب ابدالي فبالتالي اي رقمين في بعض لو قلبناهم بيدونا نفس النتيجه 2 في 10 بتساوي 10 في 2 2 في 7 سبعة 7 سبعة في 2 من غير ما نتيجه الحسبه دي 1 كيلو جرام يساوي نص كيلو جرام زائد كام كيلو جرام احنا قلنا الكيلو بيساوي نص زائد نص او نص زائد ربع زائد ربع يبقى 1 كيلو بتساوي نص كيلو زائد نص كيلو عدد شهور السنه الهجريه السنه الهجريه فيها 12 شهر زي السنه الميلاديه بالظبط عدد الشهور متساوي لكن عدد الأيام هو اللي ايه هو اللي مختلف السؤال التالت عندنا كامل باستخدام اصغر من اكبر من او يساوي نص وربع مين اكبر احنا قلنا في الكسور الموضوع مقلوب يعني الرقم الكبير من تحت بيبقى هو صغير فالاتنين اكبر ولا الاربعه الاربعة اكبر يبقى الربع اصغر تمام يبقى النص اكبر من ربع واحنا عارفين طبعا النص اكبر من ربع لو ده مربع اهو كورة ده نص أكبر من ايه اكبر من الربع الصغير ده ده ربع وده نص 12 على 3 ايه بالنسبه ل 2 في 6 لازم نحسب 12 على 3 في 4 و2 في 6 ب 12 واكيد 4 اصغر من 12 100 دقيقه 1 ساعه طيب لازم نحول حاجه احنا قلنا ال1 ساعه فيها كم دقيقه 60 دقيقه كده الموضوع سهل 100 دقيقه بالنسبه ل 60 دقيقه طبعا ال100 دقيقه اكبر من 60 دقيقه ليه لان اصلا 100 دقيقه ده متكون من 3 ارقام او 3 خانات و 60 دقيقه متكون من خانتين 15 شهر واحد سنه ميلاديه برضو لازم نحول حاجه فيهم للتانية عشان نفهم طيب 15 شهر واحد سنه ميلاديه السنه فيها كام شهر السنه الميلاديه فيها 12 شهر كده سهل 15 بالنسبه ل 12 طبعا 15 اكبر من 12 نص كيلو بالنسبه لربع كيلو زائد ربع كيلو لازم نحول ربع زائد ربع بكام ربع كيلو زائد ربع كيلو بيساوي نص كيلو صح يبقى بالتالي نص كيلو بيساوي ربع زائد ربع او بيساوي نص 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 ايه بالنسبه ل 4 في 1 برضه لازم نحسبها 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 بتساوي 2 زائد 1 3 زائد 1 4 و4 في 1 اي رقم في 1 بنفسه فبالتالي 4 بتساوي 4 السؤال الرابع بيقول لي اكتب الوقت في كل مما ياتي تعالوا نبص على الاولى عقرب الصغير على ال11 ده عقرب الساعات والكبير على ال12 يبقى الساعه 11 وبما ان العقرب الكبير على 12 يبقى 0 مش هنحط حاجه الثانية صغيرة على الواحد اهو بعد الواحد بشوية يبقى واحد والكبير على الثلاثة. الثلاثة دي اللي هي ايه اللي هي ربع اهو ربع الدايرة يبقى خمستاشر ان احنا قلنا ربع يعني خمستاشر ونص يعني تلاتين وتلات ارباع يعني خمسة واربعين الساعة واحدة وربع وهنا الساعة احداشر بالظبط بعد كده بيسألني احسب محيط كل شكل من الاشكال دي متخذا طول ضلع المربع الصغير كوحدة الطول. تعالوا نبص على شكل واحد احنا بنحسب الخط ده الصغير ده بواحد طيب تعالوا نحسب المحيط هو ايه الخطوط اللي بتحاوط الشكل الافضل ان احنا نحسب كل ضلع لوحده وبعدين نجمعهم عشان ما نتعبش يعني نشوف اللي فوق 1 2 3 4 5 6 يبقى ده 6 اللي على الجنب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يبقى ده 11 وده طبعا 2 وده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى ده 9 يبقى 9 زائد 2 11 زائد 11 22 زائد ستة يبقى الشكل ده محيطه تمانية وعشرين وحدة. الشكل التاني نحسب مثلا الضلع اللي على الشمال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر عشر، عشر، اتناشر دول اتناشر، واللي فوق واحد اتنين تلاتة، واللي على اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر، اللي على اليمين أربعتاشر، واللي تحت واحد اتنين 3 4 5 6 7 8 9 يبقى دول 9 طبعا لو انا مش شايف هنا مفيش مربعات ممكن حاجه في الاثنين يا اما ارسم مربعات وهميه كده ترشدني وانا ماشي يا اما ابص فوق ده عرفت منين انه 9 لو خدنا خط كده وقفنا هنا على نهايته وخط هنا على بدايته وعدينا دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 9 يبقى هنا 9 زائد 12 21 زائد 3 24 زائد 14 8 و30 يبقى ده 38 وده طبعا محيطه اكبر السؤال الخامس في قصه في الاول اشترت منى خمس امتار من القماش سعر المتر واحد تسعة جنيهات فكم دفعت منى للبائع اشترت خمسة متر كل متر تسعة جنيه فبالتالي هنضرب عدد امتار القماش في سعر المتر اللي هو خمسة في تسعة من جدول خمسة طبعا بتساوي خمسة واربعين جنيه السؤال اللي بعده سؤال الاحصاء يبين الجدول التالي درجات الحرارة العظمى على مدينة القاهرة خلال خمس أيام، العظمى طبعًا اللي هي الحر اللي بتبقى الساعة 12 الظهر أعلى درجة حرارة. فأول يوم اليوم الأول كانت 35 درجة حرارة بالدرجة المئوية 35 درجة، الثاني قلت شوية بقت 30، الثالث 35، الرابع 30، الخامس 20. جو بقى برد، طبعًا 20 دي برد و35 دي حر. بيقول لي أكمل تمثيل هذه البيانات بالأعمدة ثم أجب. دلوقتي هو مديني اليوم الأول أهو 35 لو بصينا هنا أهو اليوم الثاني والرابع مش مرسومين هو راسم الاول والثالث والخامس طب الثاني والرابع كام تعالوا نبص في الجدول الاول الثاني كان 30 والرابع 30 يبقى هما دول اللي احنا عايزين نرسمهم تعالوا نرسمهم بقى لو بصينا عند رقم 30 اهو يبقى ناخد منه خط لغايه هنا ونرسم الثاني كده ده العمود الثاني والرابع برضو 30 يبقى كده احنا كملنا الجدول هو بيقول لي اكمل تمثيل هذه البيانات بالاعمده ثم اجب ما اليوم الذي سجل أعلى درجة حرارة؟ من الجدول كده أعلى درجة حرارة إيه؟ اللي هي أعلى عمود فينه؟ أهو 35 مفيش ولا واحد زيه بصوا كده أعلى حاجة يبقى اليوم الذي سجل أعلى درجة حرارة هو اليوم الأول. ما اليومان اللذان تساوت فيهما درجة الحرارة؟ تساوت يعني إيه؟ بقوا زي بعض هنبص كده هنلاقي اليوم الأول ده مفيش حد زيه واليوم الثالث برضه لو خدنا منه خط مفيش حد زيه والخامس مفيش حد زيه أمال مين اللي متكررين؟ الثاني والرابع تعالوا نقف عند 30 كده وناخد خط اهو الثاني والرابع هما اللي تساوت يبقى اليوم الثاني واليوم الرابع تساوت فيهما درجه الحراره كده احنا خلصنا النموذج وشكرا على المشاهده وتابعونا عشان هننزل نماذج تاني في باقي المواد الفتره الجايه وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته